هو اللي حصل ان الحقيقه المباراه كانت عند حسن ظننا بيها، كلنا كان عندنا توقعات ان هي مش هتكون مباراه سهله، وقد كان فعلا ما كانتش مباراه سهله، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وتحقق الفوز بثلاثيه للنادي الاهلي على الانتاج الحربي نتيجه اجماليه 3-2. طبعا في هذه المباراه المؤجله من الاسبوع رقم 24 لمسابقه الدوري العام المصري، تقدم علي معلول للنادي الاهلي من ركله جزاء في الدقيقه 38، ادرك بعدها طارق ابو العز التعادل للانتاج قبل ما يضيف مصطفى البدري الهدف الثاني للانتاج الحربي، وبعد منها حصلت وقفه. يعني نقدر نقول باختصار شديد ان الاهلي بعد الهدف الثاني للانتاج الحربي انتفض بالمعنى الحرفي للكلمه، وطبعا سجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقه 85 قبل ان يضيف بواليا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وبالنتيجه دي بيكون رصيد النادي الاهلي ارتفع الى النقطه رقم 55، وطبعا بيتجمد رصيد الانتاج الحربي عند النقطه رقم 19. بص، الناس برضو امبارح كتير كانت بتتحدث عن ان فكره النادي الاهلي او اللعيبه تحديدا حاليا يعني مش في افضل الحالات، يعني في افضل من كده، شفنا منهم افضل من كده، ولكن في برضو عوامل كتيره جدا، ودي مش مبررات ولكن هي عوامل بتؤثر على اي لاعب في اي نادي بينتمي سواء محليا او عالميا. فقصه انت عندك ارهاق، عندك ضغط نفسي، عندك غيابات، وغيابات برضو الى حد ما مش انت مش مجبر عليها، بالعكس ده الاهلي لما بيروح ويتكلم او يد دي 6 لعيبة أساسية عنده كمان، يعني أنت بتتكلم في حاجة طبعا ده عمل وطني، بس بتتكلم في 6 لعيبة أساسية، يعني أنت فاهم أن أنا أروح أودي 6 لعيبة عندي وأنا بخوض برضو الدوري ده من أكبر البطولات، يعني الناس اللي بتقلل من حجم الدوري الكلام ده مش مظبوط، الدوري هو اللي بيجيب لك أفريقيا أو هو اللي بيوديك أفريقيا. فالقصة كلها أن إحنا تنازلنا او احنا زي ما بتقول ادينا دورنا الوطني ان احنا عندنا 6 لعيبة مش موجودين، وده طبيعي جدا ودي حركة محترمة وده المتوقع من النادي الاهلي، بس انت برضو عندك لسه يعني الى حد ما مشاكل داخلية بسيطة نقدر نقول ظاهرة او مش ظاهرة، مش دي قصتنا، ولكن انت عندك بعض الامور الداخلية اللي لازم برضو تحطها في الحسبان لما تيجي تتكلم او تقيم. فده الكلام على كل حال يعني، بس احنا شفنا امبارح، هرجع اقول تاني، اداء متميز من بعض اللعيبة اللي كان الكثير بيشككوا في ادائهم، تحديدا برضو انا هتكلم على مروان محسن امبارح ادى بجد مباراة جيدة، وده مش كلامي ولا كلام حد تاني، ده كلام موسيماني، واعتقد هو اللي عنده الادراك الكافي والمعلومات الكافية ان هو يتحدث من كان جيد ومن كان لا جيد او اخطا في المباراه. يعني انا اعتقد امبارح احنا شفنا كلنا مروان، انت طبعا اكيد تابعت المباراه برضه. بصي انا اعتقد هقول لك وجهه نظري، واعتقد ان هي بتعبر عن قطاع مش قليل من الجماهير، بغض النظر بقى عن التفاصيل وهل في مشاكل ولا لا والحاله البدنيه وضغط المباريات الى اخره، بس في ناس كتير بتبص لها ان هواند بصت ايه، ده انت بطله افريقيا، ده انت صاحبه النجمتين التاسعه والعشره، فبالتالي يعني مش مقبول قوي ان يبقى في تعادلات في دوري محلي ومباريات محليه عموما.